أن تقارنوا بين الشيعة أهل البيت، شيعة الإمام الحسين، وبقية الطوائف وبقية الفرق، تجدون أن تلك الروح التي تمثلت في قضية عاشوراء، هذه الروح موجودة في شيعة الحسين وشيعة أهل البيت. روح الحرية، مسلم بن عقيل عندما عرض عليه الأمان قال: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. إذا دار الأمر بين الموت حرا والحياة في أغلال العبودية، فالموت مقدم. الإمام الحسين صلوات الله عليه خاطب ذلك الجيش وقال لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. هذه الحرية التي تمثلت في قضية عاشوراء وتمثلت في أصحاب سيد الشهداء الأوفياء. ونجد هذا الخط التاريخي الآن، شوفوا قبل الآن، شوفوا خط الحوزات العلمية، خط علماء الدين، خط مراجع التقليد، خط الشيعة على مدار التاريخ. هذه ظاهرة واضحة في خط الموالين لسيد الشهداء، هو خط الحرية وخط التحرر وخط الرافض للخضوع إلى أي قوة. هذا أثر من آثار تلك النهضة الحسينية.